بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على البيم. البيم بداية مهم لقطاع الاستشارات والمقاولات، ومهم جدا للمهندسين والرسامين وأي حد بيشتغل في اللوح والنمذجة والحاجات دي كلها. هنبدأ نعرف الموضوع بالتفصيل، بس أساس لو حد جه غلط يبقى عارف إن إحنا بنتكلم على حاجة بنتكلم على إيه. تمام، أنا اسمي عمر سليم، تمام، بيم مانجر، وده الموقع بتاعي، وفي اخر سلايد هتلاقوا الكونتاكت لو حد عنده اي اقتراحات او اي استفسارات او اي تعليقات او اي حاجه مثلا هو مدام منها عشان نتجنبها في الفيديوهات اللي بعد كده، يا ريت يبعتها لي ان شاء الله. تمام، طيب ايه هو البيم؟ ده اللي احنا هنتكلم عنه بالتفصيل. ايه اللي خلاه يظهر في صناعه البناء؟ ايه اللي هيحصل في المستقبل؟ تمام، فاحنا عايزين نتكلم على الماضي والحاضر والمستقبل. تمام، طيب الماضي في حاجة اسمها الأوتوكاد، بدأ من ديسمبر 82 وكل شوية بتطلع إصدارات. تمام، فده تاريخ الأوتوكاد تا 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 تا. ولغاية دلوقتي في 2017 بيظهر إصدارات الجديدة. فهل البيم هو الكاد، ولا هل البيم منافس للكاد، ولا يعني عايزين نعرف ايه العلاقة بين الاتنين. تمام، اولا الاوتوكاد ده برنامج من برامج الكاد، كمبيوتر ايد ديزاين. تمام، فهو كان مجرد ان انت بدل ما بتشتغل بالورقه والقلم بقيت تشتغل على الكمبيوتر، لان مثلا كنت بتستخدم ورقه وقلم فحصل غلط فبتضطر تقطع الورقه من اولها لاخرها. لا، دلوقتي بقى سهل جدا ان انت بتلغي اللاير اللي حصل فيها مشكله او تلغي الخط اللي حصل فيه مشكله وشغلك كله موجود، ما بتعيدش الشغل من اول. لا، ده بس الحاجه الغلط بس هي اللي ايه بتغيرها. تمام، الاوتوكاد واحنا شغالين عليه بتظهر فيه مشاكل كتيرة جدا، وده اللي خلى البيم يظهر. يعني البيم ظهر نتيجة وجود مشاكل كتيرة، فلما احنا قاعدين كده عمالين نعد المشاكل، انا من الناس المخضرمين اللي شغال فترة بالكاد، فعمالين نعد المشاكل، احنا عندنا مشكلة كذا ومشكلة كذا ومشكلة كذا ومشكلة كذا، فوجئنا مرة واحدة ان في برنامج ظهر فيه بعض خصائص البيم، لان البيم مش برنامج، فبدأنا نشتغل عليه. ومش الريفت، يعني برنامج تاني غير الريفت عشان الناس كلها حافظه ان البيم هو الريفت، برنامج تاني رهيب جدا بيعمل. فبدانا، طب البرنامج ده ايه؟ قالوا لنا ده برنامج برامج البيم. طب تعالى نشتغل عليه. بدانا نشتغل عليه، بدانا نعرف تقنيه البيم، بدانا نعرف ان في برامج كتيره جدا متعلقه بالتقنيه دي، بدانا نشتغل عليها. تمام، فبدايه عشان نكون متفقين، البيم مش برنامج. تمام، البيم مش هو الريفت، البيم مش هو الكاد، كل حاجه لازم نبقى عارفين ايه المصطلح بتاعها. تمام، طيب الاوتوكاد ده برنامج بيرسم خطوط واقواس وحاجات زي كده، بس في مشاكل كتيره، منها مثلا ان انت الشغل اللي بتعمله في القطاع مش هو اللي بيظهر في البلان، مش هو اللي بيظهر في الثري دي. لازم لما تعدل هنا تروح تعدل هنا وتروح تعدل هنا، وممكن ما تعدلش زي بعض او تنسى تعدل حاجه. السكادول في الاكسل لوحده ملوش علاقه بالشغل، فالكلام ده كله، كل دي مشاكل عماله تظهر، وهو ده اللي خلى البيم اول ما ظهر ينتشر بسرعه. تمام، طيب من ضمن المشاكل ان بتلاقي تخبطات، وواحد يقول لك في، بيكتشف اثناء التنفيذ مش على الكمبيوتر ان في مشاكل، فبعد ما ركبنا بعد ما عملنا الكاميرات كلها، لا ده لازم نشيل كاميرتين على اساس هنحط التكييف، طب ده كده المبنى هيقع، فبنعيد الحسابات تاني وبنعمل مشاكل كتيره جدا في شغل الموقع. فجهد بيضيع، الموارد بتضيع، اهم حاجه الموارد، لان دي مش حقنا، ده حق المستقبل المفروض نحافظ عليها. الوقت بيضيع، الفلوس بتضيع، كل حاجه بتخرب، الجدول الزمني بيبوظ. تمام، بتلاقي كل واحد شغال في لوح وشايف لوح زمايله المعماري والانشائي والكهروميكانيكال في تعارضات، ده شغال في حاجه وده شغال في حاجه، انا شغال مثلا في التكييف وسحب اللينك المعماري والحاجه اللي انا ساحبها دي مش هو اللي شغال عليها بقالها اسبوعين مرميه، فتعارضات كتيره وفي مشاكل كتير عماله تظهر. تمام، هنا كل واحد شغال لوحده في الاسلوب العادي، وكل واحد بيدي الواحد، عمالين نتبادل كده، انا بحب الراجل دوت هديله حاجه اول باول، ده انا مش طايقه هديله بعدين. لا، البيم لازم كلنا نبقى شايفين بعض وكلنا شغالين في نفس المنظومه وكلنا بنفتح نفس اللوحه بنظام، وفي حاجات كتير هنقولها لسه بعدين. تمام، لو جينا نبص على القطاع الانشاء نلاقي ان هو متاخر جدا في موضوع التطور بتاعه، قليل. تمام، الكونستراكشن الانتاجيه بتاعته قليله، الاختراعات اللي فيه قليله،
بمقارنة بالصناعات مثلا زي العربيات مثلا زي الموبايلات زي كل الحاجات دي عمالة تتطور، قطاع الإنشاء اتطورت فيه قليلة تمام. فالبيم يعتبر نهضة كبيرة وعمل اختلاف كبير جدا في مجال المقاولات ومجال العمارة عموما تمام. فده لما تيجي تبص كده تلاقي ان مثلا السيارات خلال مثلا ال50 سنة اللي فاتوا يا نطة نطة فظيعة، الموبايلات ما كانتش موجودة وبقت حاجة رهيبة جدا، كل حاجة بدأت تتطور والمجال بتاع لسه نفس الطرق اللي احنا بنبني بيها هي هي تمام. فلما جه البيم جت معاه تكنولوجيا كتيرة جدا، الاوجمانتد رياليتي، الفيرشوال رياليتي، تقنيات كتيرة جدا بدأت تظهر معاه وبدأت ترتبط بيه بسبب قدرته، وهنفهم ليه دلوقتي تمام. عايزين بس ايه نشوف ايه المشاكل اللي كانت موجودة. دي احصائيات بتلاقي ان في 20% هالك، يعني وانت شغال بتضطر ان انت تكسر حاجات عشان تعمل حاجات، الماتيريال 60% عمالة تبقى فيها مشاكل، الانتاجية قليلة، كل الحاجات دي المشاكل دي هي اللي خلت ان احنا منتظرين البيم، يعني لازم البيم يظهر لان عندنا مشاكل كتيرة تمام. دي مثلا من ضمن المشاكل، لما انت شغال بالكاد مش قادر تتخيل الحاجه، فتلاقي مثلا انت خلاص عملت هنا الفتحه قد كده وجيت تركب السلم وبتحرك مفيش مكان الراجل كده هيخبط في السقف تمام. فلما تشوف الحاجه 3 دي وتشوفها بيم، البيم غير ال 3 دي، البيم حاجه اعلى تمام. هنعرف مستقبلا المصطلحات دي كلها تمام. هنا برضو ما خدش باله من الارتفاع، فمحدش عارف يصرف في المكنه، هيدعي على المصمم. هنا الراجل نسي يركب الباب او هو قفل والله اعلم تمام. طيب تعالى بقى بص، لما انا اشوف ديت انت ممكن تكون انت فاهم ايه ديت، لان انت مثلا شغال في المعماري والانشاء وبتاع، بس الراجل اللي دفع فلوس وعايز الشقه ديت لما اديها له كده اقول له ايه رايك؟ اه حلو حلو تمام. هو مش فاهم حاجه، ما هو مش فاهم ايه دي، يعني دي ده باب ولا ترابيزه ولا بلاي ستيشن، ما مش عارف ايه ديت، مش عارف ايه دي، يعني هو مش متخيل الحاجه. لما اوريها له كده، اوريها له 3 دي والف له يقول لي لا ده، طب انا دي مش عايزها بالشكل ده، وده انا عايز تحطها لي الناحيه دي. فتكنولوجيا البيم وفرت مشاكل كتيره جدا، ان الملك يفاجئ بحاجه مش هو اللي كان عايزها تمام. يعني بعد ما انت عملت المبنى كله يقول لك لا ده مستحيل، ده كده في مشكله تمام، ده انت حاطط الباب ده قدام دوت والاتنين دول بيكرهوا بعض مش هينفع، لا ده مش هو ده اللي انا عايزه، ده انا عايز حمام سباحه في اوضه النوم تمام. يعني هو مش متخيل وعمال يقول لك حاجات مصطلحات انت مش واخد بالك منها، فمش قادر تفهم هو عايز ايه تمام. طيب تعالى مثلا لما اوريك حاجه زي دي، انا تهت، انا مش هقول لك ان انا مش فاهم حاجه، ايه ده، ايه اللي مربوط بده، ايه اللي بيربط ده بده، متاهه متاهه. ولو خدت لي كذا سكشن مش هفهم، يعني مهما خدت لي السكاشن مش هاخد بالي، انما لما تشوفها كده كده انا فهمت، دي هتركب ازاي وبتاع، ونقدر نلف من الناحيه التانيه لو في حاجه مش واضحه، ونبدا نتكلم في الحاجات ديت، ونبدا كل الكلام دوت قبل ما ننزل الموقع، نبدا نحل كل المشاكل تمام. طيب يبقى هو البيم منظومه تمام، او فلسفه او رؤيه او تكنولوجيا تمام، بين المعماري والانشائي والاستراكشر والام اي بي والفابريكيشن والاونر، كل دول تمام هيعملوا الموديل منظم مع بعض ومتناسق مع بعض تمام. طيب ده بعض الاشكال اللي بتطلع من البيم، وفي الاخر اللي انت بتعمله هنا هو اللي بيبقى موجود في الموقع. ده التصميم على البيم، ده اللي اتنفذ فعلا، اللي يعني التصميم اللي انت بتصممه هو اللي بيتنفذ فعلا تمام. ده المبنى، هو خدنا نصه من البيم ونصه من المبنى، والمبنى طبعا انت المشاكل كلها بتتحل على الكمبيوتر، فما بتلاقيش تفاجئش وانت شغال ان في حاجه خابطه في حاجه او في مشاكل في الكاد. انا اشتغلت في مشاريع كنا بنعمل لها كوردينيشن، فانت مثلا لقيت مشكله هنا فحركت الماسوره اللي هي في الطرقه، حركتها مثلا نص سنتي ناحيه اليمين، ما انت مش واخد بالك ان هي في اخر الطرقه ضربت تمام، وما تقدرش تقول له حليل الكلاشيت ليه تمام. الحاجات دي ان شاء الله نشوفها عملي، بس انا عايز الناس تبقى مستوعبه وفاهمه الفكره وبعد كده نشوفها عملي ليه. لان انت بتقول له حليل الكلاشيت
هو مش فاهم، هو فاهم خطوط وما عندوش ارتفاعات. يعني ايه اللي يعني انا لما برسم خطين في الكاد واكتب له عليها ان ده على ارتفاع 3500 وان دي بايب او ضغط، ايه اللي بيخليه يعرف انها بايب او ضغط؟ الكتابه اللي عليها. انما في الريفت او في اي برنامج من برامج الكاد اركيكاد او الحاجات دي، انا برسم الموديل بقول له ارسم لي ضغط، ارسم لي باب، ارسم لي حيطه، ارسم لي عمود انشائي، كل الحاجات دي بقول له ارسمها لي او اعمل لها لي موديل، اعمل نمذجه. تمام. فلما بقول له حل بعد ما حركت حاجه اقول له ايه، طب اعمل لي بقى ايه كلاش سيكشن، فهو يعمل يقول لي اه لا ده في كلاش حصل في اخر الطرق خلي بالك. تمام. فمش محتاج ان انا اقعد امسك حته حته في حصى، لا ده انا بقول له خد الموديل ده كله وحل لي المشكله. تمام. طيب دي كله بيبدأ يتعاون مع بعضه، سواء مثلا التخطيط للمشروع بيعمل ازاي، الكونسيبال ديزاين، الديتيل ديزاين، الاناليز، الدوكيومنتيشن، كله بيبدأ يتعاون وكل واحد بياخد معلومات اللي هو عايزها من الموديل. يعني واحد مثلا عايز الحصر، واحد عايز يعمل جدول زمني، واحد عايز، كل واحد عايز حاجة بياخد الموديل ويعمل اللي هو عايزه. تمام. يعني كل واحد بيستفاد من الموديل بالمعلومة اللي هو عايزها. يعني ممكن واحد عايز يعمل تحليل انشائي، خلاص خد الموديل واعمل تحليل انشائي. واحد عايز يعمل الموديل المعماري جه، واحد عايز يبدا يعمل حسابات تكييف، خد الموديل المعماري اعمل له اكسبورت الملف اسمه جي بي اكس ام ال، وبعد كده دخله على الهاب هشتغل معاك عادي. تمام. او دخله على اي برنامج خلاص. هي اغلب البرامج فهمت ان البيم ده تكون شغله رهيبه جدا وهيعمل فرق كبير جدا، فبدات تعمل استيراد وامبورت من البرامج البيم وتعمل لها سبورت، فبقى موضوع التبادل بين البرامج ده اسهل بكتير من الاول. تمام. ده شكل مثلا من ضمن الاشكال. تمام. هو عارف ان ده حيطه وعارف ان ده باب وعارف ان ده كهرباء، فانا مجرد اقول له اوجد لي هيقول لي المكان ده فيه مشكله، فاقول له خلاص افتح لي اوبننج. تمام. لا ده خلي بالك ده في ماسوره ميه هنا معديه من فوق الكهرباء، يقول لي خلاص خلي بالك خلي الميه مثلا تحت الكهرباء او اعمل كذا او ما تخليش. يعني انا ممكن اقول له، بس ده مش في برنامج ريفت، في برامج تانية مثلا زي نفس وركس او سوليبري او الحاجات دي، بقول له لو المسافه، يعني الحاجات مش خاطفه في بعض يعني مفيش كلاش، بس لو المسافه بين الكهرباء والميه 10 سم اعتبرها كلاش، فيقول لي خلي بالك ده في حاجه 5 سم هي قريبين من بعض ابعدهم عن بعض. تمام. فهو بيبدا يفهم ايه الحاجه اللي انا عايزها منه ويبدا يقول لي الاماكن دي موجوده فين. ليه؟ لان انا برسم عناصر حقيقيه، يعني بقول له ده باب، ده حيطه، ده كهرباء، ده ميه، ده كذا، ده كذا، بقول له الحاجات اللي انا عايزها، فهو بيبدا يدخلها معاه في الشغل. تمام. طيب ان شاء الله البيم هينتشر وكده، بس احنا عايزين نكون احنا من السابقين والاوائل في الموضوع دوت. تمام. البيم كل الناس استفاد منه، بدايه مثلا ان احنا بنعمل موديل 3 دي باي برنامج، لما تعمله بتستفاد منه بيبقى شكله زي مثلا لو انت عملته في الماكس، بس في الماكس بتعمل كتل ما بيبقاش فيها استفاده، ما تقدرش تقول له اعمل لي حصر لان هو مش فاهم حاجه، فاهم ان كلهم كتلتهم 5000 سواء باب سواء حيطه، ما اقدرش اقول له كلاش سيكشن لو ما فهمش ايه الكلاش سيكشن، ما يفهمش ان ده حيطه وان دي باب وان ده شباك وان ده كهرباء، لا هو فاهم كل حاجه واحده. تمام. الفور دي اللي هو ان انا بضيف الزمن، هنشوف الموضوع ده مع بعض. الفايف دي ان انا بضيف بقى عارف التكلفه قد ايه، بقدر ادير المشروع كويس، بعمل فاسيلتي مانجمنت بعد ما اسلم المشروع للمالك، بيستفاد بالبيم اكتر بكتير بعشرات الاضعاف من اللي انا بستفاده اثناء التنفيذ. يعني البيم بيبدا امتى؟ بيبدا من قبل ما اتفق مع المالك على المشروع، لازم يتفق ان هو هيتعمل بيم، وبقعد معاه بعمل حاجه اسمها اي اي ار امبلوير انفورميشن ريكويرمنت، ببقى عارف هو عايز ايه بالظبط واكتب ورا اللي هو عايزها. بعد كده لما بسلمه المشروع خالص البيم ما بيقفش، البيم بيستفاد منه بان هو بيعرف يدير المشروع، ولما بيجي يهد المشروع بيستفاد من موديل البيم، يعني حتى هو بيدي المشروع البيم موجود معاه. تمام. طيب احنا متفقين ان البيم مش هو الكاد، الكاد كان بيساعد الناس انها ترسم، البيم بيساعدهم ان هم يعملوا المبنى فعلا حقيقي بقى. تمام. الكاد ليه اهداف ان هو حاجه عامله زي القلم، عامله زي الورقه، انما البيم ده هو الشغل الحقيقي، هو ده الصناعه، هو ده فعلا الحاجه اللي المفروض الناس كلها تشتغل بيها. تمام. طيب خلينا نفسر كده كلمه بيم كده وناخدها واحده واحده، بس اول شوف دي البيم هي مش تكنولوجيا جديده، الفكره موجوده من الستينات. تمام. فكره موجوده من الستينات من ايام افلام عبد الحليم حافظ والناس ديت،
كانت الناس بتفكر في البيم واول، بس هي كانت المشكله ان الكمبيوترات ما كانش فيها بروسيسور قوي، وما كانش فيها امكانيات انها تعمل موديل كامل بكل التفاصيل، تمام. فاول ما بدات تظهر التكنولوجيا بداوا الموضوع دوت. انا شفت صوره معموله سنه 1984 تبع الاركيكاد، بس كان مشروع يتعمل قبل الاركيكاد، وبعد كده هو بقى تتحول للاركيكاد تبع شركه جريف سوفت، تمام. فالتكنولوجيا بقول لك من 1984، يعني من يوم السنه اللي انا اتولدت فيها، هي مش حاجه جديده، تمام. ومش مش برنامج، مفيش برنامج اسمه بيم، محدش يجي يقول لي تعالى اسطب لي البيم على الجهاز بتاعي، انا ممكن اسطب لك برنامج بيتحقق فيه البيم، تمام. بمعنى انا دلوقتي لو جبت اقوى برنامج في البيم ايا كان، ورسمت بيه من غير ما ادي المعلومات صح، يعني المفروض ارسم مثلا حيطه رحت عاملها كتله، المفروض مكنه ما لقيتش المكنه فرحت عاملها كتله، او عملت ضغط كبير وشفتها في مشروع في مستشفى، تمام. الناس مش لاقي المكن ومكسله تدور على المكن، بيرسم ضغط كبير ويكتب عليه مكنه، تمام، بحيث ان هو حاجه 3 دي وخلاص. لا ده كده ما بقاش بيم، ما بقاش اي حاجه خالص. بينما لو جبت الاوتوكاد وعرفت عليه ان ده باب وده حيطه، خلاص يبقى ده بيم. يعني لو جبت في حاجه اسمها اوتوكاد اركتكشر واوتوكاد ام اي بي، جابوا الاوتوكاد وحطوا له بعض الادوات بحيث لما تيجي ترسم حيطه تختار الحيطه وتبدا ترسم حيطه، خلاص يبقى ده بيم. السكتش اب في برنامج بيسطب عليه اسمه بيم، تمام، ده برنامج اسمه بيم سكتش اب، لما بتسطبه بيديك ادوات، تقول له انا عايز ارسم حيطه، عايز ارسم باب، فبتبدا ترسم الباب والحيطه بيم، بحيث ان هو بقى لو قلت له اعمل لي حصر يعمل لك حصر، لو قلت له حل لي الكرشات حل لي الكرشات، لو خدت سيكشن في اي مكان هيجيب لك السيكشن مظبوط، تمام. طيب اتفقنا. طيب خلينا نقول ايه هو البيم. البيم بيلدينج انفورميشن موديلينج، تمام. طيب البيلدينج مقصود بها ايه؟ مقصود بها اي حاجه الانسان بيبنيها، تمام، يعني المباني زي الفل، المطارات زي الفل، المستشفيات زي الفل. طب الطرق، الطرق تخش معانا في المباني، في برامج بيم متخصصه في عمل المباني والطرق، ولما بنعملها بنكتشف مشاكل كتيره جدا بنحلها على الكمبيوتر بدل ما بنكتشفها اثناء التنفيذ، يعني مش بعد ما انا بصمم الطريق الاقي في مشكله طب وقف الشغل لحد ما نحلها، لا احنا بنكتشف المشكله دي على الكمبيوتر. فالبيم فادنا كتير جدا، وبالذات بيتعاون مع الجي اي اس في موضوع الطرق ده وبيعمل شغل كويس جدا. مدينه كامله بيم، ينفع تعمل مدينه كامله بالطرق بالكباري بكل حاجه بيم، مفيش اي مشكله. طيب الكلمة بيلدينج ده نوين ولا فيرب؟ نوين ولا فيرب؟ يلا حد يرد. مظبوط الاتنين. فيرب مقصود بيها او فعل مقصود بيها عملية البناء نفسها، تمام، فانا عمال ابني عملية البناء، تمام. فمعروف ان انت اثناء عملية البناء معاك المشروع ومعاك اللوح وممكن تتحدث حاجة حصلت او بتاع، طيب خلاص اثناء عملية البناء انا بستخدم البيم. طب وبعد ما المبنى كمل، قلنا ان احنا بنستخدمه في موضوع الفاسيلتي مانجمنت، فباخد الموديل دوت اشتغل عليه اثناء ما المبنى قائم. فهو البيلدينج بتدخل معانا في الاثنين، في الاسم وفي الفعل، تمام، في المبنى هو قائم بذاته وفي المبنى هو بيتبني. طيب ندخل على الانفورميشن، تمام. الانفورميشن هي المعلومات، يبقى كل معلومه انا محتاجها عشان اتخذ القرار موجوده في المشروع، ولو معلومه مش هتفيدني وانا متاكد انها مش هتفيدني خالص نهائي وحطيتها، يبقى انا كده بستهلك وقت وبستهلك جهد على حاجه مش هتفيد، تمام. يعني مثلا في معلومه مثلا مش هتفيد في المكنه، خلاص مش لازم تحطها، تمام. ما ابذل جهد في المعلومات اللي انت هتحتاجها، بتبقى عارف قبل ما تبدا شغل انا هعمل ايه، هعمل فاسيلتي مانجمنت، خلاص يبقى انا محتاج معلومات 1 2 3 4، ده انا هعمل تحليل معماري وانشائي وتحليل تكييف، محتاج ايه؟ محتاج 1 2 3 4، اروح مدخل المعلومات اللي انا هحتاجها عشان المرحله اللي جايه وعشان اتخاذ القرار، تمام. طيب الام اخر واحده، احنا قلنا موديلنج، يعني بعمل الحاجات دي كلها مش 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 في شكل نصي او في شكل كتابه، لا ده لازم يكون عندي موديل، حاجه مجسمه، تمام. وفي ناس غيرت الكلمه دي في كتب كتيره حديثا خلتها مانجمنت، لان لقوا ان هو بيستخدم في الاداره اكتر، فقال لك البي اي ام ده بيلدينج انفورميشن مانجمنت، ان انا بدير معلومات البناء، يبقى اداره معلومات البناء، تمام. طيب لو احنا بصينا بقى تاريخيا، احنا قلنا ان النظريه نفسها ان احنا نعمله على الكمبيوتر
من الستينات. طيب زمان كان ايه؟ لا، اول مشروع نقدر نقول ان كان فيه فكرة البيم هي الاهرامات اللي هي المصريين عملوها. الفكرة ازاي؟ ان هو بقى يقول لك ايه، طب انا بعمل مشروع مقدس اللي هو الاهرامات، فهعمل مشروع ضخم جدا وخايف يحصل اي مشكلة، فبقى يعمل هرم صغير يجرب فيه، تمام، بحجم مثلا الخمس، بحجم يعني اصغر من الهرم الكبير، بحيث يبدا يجرب فيه. ولسه حتى الان في بعض البقايا للتجربه اللي هم كانوا بيعملوها، تمام. ده كان بيكلف كتير طبعا، ان انت تعمل مثلا هرم بتلت الحجم وبيكلفك كتير، بيكلفك مثلا يعني قول تلت الفلوس اللي بين بقى الهرم الكبير، وجهد وممكن سنين تقعد تبني في الحاجه ديت، تمام. بس لان هو مشروع قومي فمش فارق مع الناس، تمام. مثلا زي السدود، السد العالي مثلا في مصر او عند اسوان او في اي سد تاني، بيقول لك احنا خايفين مثلا ده لو حصل فيه حاجه ممكن يدمر كل اللي وراه. طب نعمل ايه؟ طب احنا نعمل سد جانبي ونجربه، ونجرب الافكار بتاعتنا ونشوف هينفع ولا لا، بتلت الحجم مثلا، بنص الحجم، بربع الحجم، خمس الحجم، المهم ان احنا نعمل تجربه، تمام. فلو احنا لو ايام زمان، ايام الفراعنه او ايام ما كانوا بيبنوا السد، كان عندنا الكمبيوتر وعملنا الموديل ده ومكلفناش حاجه خالص، قعدنا نعمل سيموليشن ومحاكاه والحاجات دي كلها، واكتشفنا ان هو لا ينفع الموضوع، هو بقى ينفع بس في حاجه عايزه تتصلح او تتحسن، فده كان هيوفر لنا كتير جدا، هيوفر لنا تكلفه كبيره جدا. لذلك حديثا لما بنيجي نستخدم مثلا مشروع مثلا حاجه فريده يونيك، مثلا زي برج خليفه اللي هو في دبي اطول برج في العالم، او برج اللي هو موجود في السعوديه اللي لسه بيتعمل برج المملكه، الحاجات دي ما اتعملش قبل كده، فانا محتاج يا اما ابني مبنى قريب منها بحيث اجرب، يا اما اعمله على الكمبيوتر. طبعا اعمله على الكمبيوتر مش هيكلفني كتير، هو كم مهندس هيشتغلوا عليه ومثلا الكمبيوتر بتاع، تكلفه لا تذكر، حاجات مثلا بسيطه جدا مقارنه بان انا ابني مبنى تاني بحيث ان انا اجرب فيه، تمام. فلازم نبقى واخدين بالنا من الفكره ديت، ان البيم هيوفر لنا كتير جدا. وهي اي لو انت بتفكر في اي فكره، كان زمان في افكار كتيره بس يقول لك لا ما انا مش ضامن، ما ممكن تقع، ما ممكن كذا. يعني مثلا زوها حديد كانت دخلت مسابقات كتيره جدا، اول مسابقه كسبتها، تمام، وبعد كده قعدت سنين ما تكسبش حاجه خالص، يقول لها افكارك حلوه بس مش هتتنفس. لما بدا موضوع الكمبيوتر بدات تنفذ الافكار بتاعتها وتقارنها مع الكمبيوتر وتعملوا سيموليشن وتاكدوا انها تنفع، ولما شافوها على الكمبيوتر بيم واقتنعوا بيها بدات تاخد جوائز كتيره، وبدات يعني تشرفنا في اماكن كتيره جدا، تمام. طيب اللي بعد كده، البيم مش تكنولوجيا بس، لا ده لازم يكون هو في جزء تكنولوجيا اللي هو السوفت وير، جزء هاردوير، جزء شبكات، داتابيس، ده جزء التكنولوجي. عند جزء البوليسي اللي هي مثلا زي المشاريع الابحاث، الممارسه، البيلدنج ستاندرد، كل الحاجات ديت، تمام. عندي الريسورس فيلد زي البروجكت مانجرز، الاركتكشر، الانجينير، كل الحاجات دي، الفاسيلتي مانجمنت، يعني مش مجرد برنامج بيتسطب، لا هو في حاجه كمان برضه بنضيفها اللي هي الاشخاص، الناس اللي هتشتغل على المشروع، تمام. يعني انا لازم يبقى عندي جزء تكنولوجي وجزء العمليات، ونبقى عارفين ايه اللي هيبقى ايه وايه اللي مطلوب وايه الحاجات دي كلها، وعندي الاشخاص اللي هيعملوا الموضوع ده كله، لازم اكون جايبهم وعارف ان هم شغالين، لو في عند حد فيهم مشكله تبدا البين مانجر يشوف ايه المشكله اللي عنده. يعني مثلا واحد كويس في كل حاجه بس موضوع كلاش ديتكشن مثلا مش عارفه، او ما يعرفش مثلا ازاي يشتغل، او خد كورس من احد البرامج البيم بس لغايه دلوقتي مش عارف ازاي يشتغل مع المجموعه، فيبدا يشرحها له، فتبدا الموضوع يصلح ويجيب نتائجه، تمام. طيب البيم مش تولز، بيم نوت تولز، تمام. البيم مش هو سوفت وير، السوفت وير دي ادوات، تمام. اوتوديسك عامله برامج كتيره، تمام، منهم مثلا الريفت، الاوتوكاد ارتكشر، والام اي بي. الاوتوكاد لوحده ده ما بقاش من برامج البيم، عامله نفس وركس، تمام. كانت عامله برنامج اللي حصل اسمه كونتك اوف، بس قفلته من كام سنه اظن 2014، وحطته في قلب نفس وركس، تمام. جرافي سوفت دي اللي قلنا عملت برنامج الاركيكاد، والاركيكاد برامج الاول برنامج استخدم فيه تكنولوجيا البيم ومنتشر لغايه دلوقتي. في برامج تانية قبل كده بس مش خلاص ما انتشرتش. البنتلي من الشركات القويه جدا والبرامج بتاعتها كويسه جدا. نيوما،
جوجل سكتش اب لما بيسطب جواه الادنس اللي هي بتاعت البيم في عشرات البرامج التانية. تمام، ده بس مجرد مثال. دي بعض البرامج برضو التانية هتلاقي شركات كتيرة مثلا بتعمل سمارت بيم، في ريفت اركتكشر، كله بيبدأ يتعاون مع بعض. السيفر 3 دي مثلا ده بيعمل شبكات، تقدر تاخد مثلا الشغل اللي موجود على ريفت اركتكشر والاستراكشر والام اي بي وتدخله جواه. نفس ورك سبيس بيبدأ تاخد شغل من البرامج اللي هي بتعمل 2 دي ويعمل يضيف بعض الزمن زي ما نشوف مع بعض. تمام، فهو تكنولوجيا البيم مش ان انا اعمل مبنى 3 دي وخلاص، لا ده انا بعمل منه اللي ما تعملش اي حاجه تتخيلها تقدر تطلعها ما دام معاك الموديل اتعمل مظبوط. الموديل اتعمل مظبوط يبقى كانك انت بنيت مبنى. طب انا لما ابني مبنى وحط فيه اجهزه اعرف اشوف فيه معلومات، فكل شويه تجي لي معلومه، لا ده كان فيه مشكله كده، ده فيه مشكله ظهرت، فكل المشاكل دي بتظهر معايا وانا عندي البرنامج فاقدر احلها في المبنى اللي هيتعمل بعد كده. تمام، يعني اكتشفت مثلا ان بعد ما بنيت المبنى دوت ان الظل بتاعي مغطى على الجيران وده غلط قانونا مثلا، فابدا احل المشكله دوت. تمام، يعني في حاجه كتيره بتبدا تكتشفها من الموديل تبدا تحلها ما كانتش هتظهر غير بعد ما المبنى يتبني كله. تمام، طيب خلينا بقى ايه نشوف البيم هيبدا ازاي وهنمشي ازاي والحاجات دي كلها. ده من الكود البريطاني. تمام، بمناسبه الاكواد قبل ما نبدا الاكواد، اعتقد ان انا شفت تقريبا ماكرو من 70 كود، ممكن يكون في اكتر بس ده اللي انا شفته. تمام، منها مثلا الكود الامريكي، منها الكود البريطاني، منها الكود السنغافوري، من اول الدول اللي بتشتغل في موضوع الاكواد دوت دول الكومنولث زي فنلندا و الدول الثانيه الدنمارك. الدول ديت فنلندا تعتبر هي الوحيده اللي عامله كود للبيم في الطرق. تمام، بيم في للطرق في البيم، وهي من اول الدول برضو اللي شغال في موضوع الاكواد. الدول العربيه فيها كم كود؟ ما فيهاش ولا كود لغايه دلوقتي. حاليا انا شغال مع كذا مجموعه بنعمل كود وان شاء الله يعجبكم. تمام، دبي عاملاه اجباري بس ما فيش كود، عامله الموضوع البيم اجباري. في دول كتيره عاملاه اجباري، عاملاه اجباري لاي مبنى اكتر من 20 دور او اي مكاتب اجنبيه جت تشتغل عندها بتقول لها لا الاجبار. يعني في عامله شروط كده للناس اللي عايزه تشتغل في دبي في الموضوع المباني. بريطانيا عملته اجباري من ابريل 2016. بريطانيا كانت من سنين فقالت احنا عايزين نشوف احنا وصلنا لمستوى ايه في البيم، فلقوا نفسهم متاخرين فقالوا لا لازم نضغط نفسنا، وعملوا ابحاث وحسوا الناس على موضوع البيم. في دول ما ينفعش تخليها اجباري زي امريكا، فامريكا مش اجباري، مع ان الرئيس اوباما السابق اتكلم في موضوع البيم دوت وقال احنا لازم نتجه ليه وبدا يحس الناس على الموضوع دوت. بس هو ما ينفعش في دوله راسماليه صرفه زي امريكا ان انت تطبق فيها موضوع البيم. تمام، في فرنسا كانوا بيقولوا في 2017 بس كلمت ناس في فرنسا قالوا احتمال يعني يخلوها في 2018 او حاجه زي كده. في دول كتير بدات، في استراليا في كذا مكان بقى اجباري. امريكا بقت المشاريع الحكوميه تبقى اجباريه، يعني بيقول لك انا مش بجبرك على استخدام البيم بس لو انت عايز تاخد المشروع ده كمقاول او استشاري لازم تعمله بالبيم. تمام، ده حقه. طيب تعال نشوف بقى ايه الحاجه اللخبطه دي. هي مش لخبطه ولا حاجه، الموضوع بسيط ان شاء الله. هو الفكره كلها ببدا منين؟ ببدا من هنا. بيقول لي لو انت عايز تبدا صح يبقى لازم تقعد مع الملك وتفهمه كل حاجه البيم هيعمل لك ايه، مش تفهم حاجه تكنيكال بس بتقعد معاه بتتفق معاه والحاجات دي كلها، وبتكتب ورقه هنبقى نشوفها بالتفصيل. يعني في حاجات كتيرة هنقولها بعد كده وفي بعض مصطلحات كتير جدا هتعرض عليها بعد كده ان شاء الله. انا بقعد معايا بقول له اعمل لي EIR اللي هي Employers Information Requirement، بقول له اكتب لي الحاجات اللي انت عايزها. نبدا نقعد مع بعض، يقول لي مثلا انا عايز مبنى كام دور وعايز كذا وعايز في الاخر يبقى فيه كذا، وايه المواصفات اللي هو عايزها، هل هو مهتم بالبيئة ولا لا. طيب انا بشرح طبعا اهمية البيئة وكذا بس اقدر يقول لا انا مش هدفع فلوس، انا عايز اوفر. تمام، وانا كده كده هبيع المبنى فمش عايز اوفر لي في المستقبل، انا عايز اوفر لي في اثناء البناء. تمام، فبقعد معاه وبتفق معاه الحاجات اللي هو هيسلمها كل حاجه، ده قبل ما بنوقع العقد وقبل ما نعمل حاجه خالص. بقعد مع نفسي كده وابدا اظبط واشوف كل حاجه، وبعد كده بعمل بيم اكستشن بلان. تمام، ده برضو قبل ما نعمل العقد، وبعد ما بعمل العقد بخليها بالتفصيل بقى، يعني بشوف ايه الحاجه اللي هتنفذ وهتنفذ ازاي والتخطيط ازاي والامكانيات اللي عندي والجزء التكنيكال هيتعمل ازاي، وخطه شامله وبسيطه للحاجات اللي هتتعمل. تمام، فزنا بالعقد وخدنا العقد ان شاء الله، بعمل حاجه اسمها ماستر انفورميشن ديليفري بلان. تمام، يعني هسلمك المشروع ازاي،
بمعنى هو بيقول لي الحاجات دي كلها، هل انا اقعد كده واروح اعملها له كلها مره واحده اقول له سير برايس انا خلصت لك الحاجات؟ ما ممكن يبص يقول لي لا انا ما كنتش عايز الحاجات دي. تمام، يعني مثلا هو قال لي اعمل لي فيلا، فانا عملتها له زي ما قلنا المره فاتت على شكل بطيخه، تمام، وحطيت له كل التفاصيل في البطيخه دي، وحطيت له الابواب والشبابيك وكل حاجه والكهرباء وكل حاجه. وبعد كده بس قال لا مش البطيخه، انا عايز موزه، عايز شمام، عايز اي حاجه. فكل اللي انا عملته ده اتدمر، فمضطر ان انا ارجع اعمل من الاول. فانا لا بقول له ايه، طيب انا هبقى في مرحله هاجي لك اقول لك دي المرحله اللي هتفي فيها على الكونسيبت مثلا، مجرد بس شكل خارجي، ولو عجبك نخش في الشكل بعد كده. ممكن اجيب له 3 4 اشكال بسيط جدا ما فيهمش تفاصيل، هو يختار اللي هو عايزه، الشكل دوت هو اللي هبدا اخش في التفاصيل، هعمل له درجه معينه من التفاصيل. يعني هقول له مثلا العمدان اهي، وخلي بالك الابعاد دي مش بالمسات الحقيقيه، تمام، دي مجرد بس شكل، فما تقسي ما دمت ما حطلكش كلام، ما تقسي، ما تجيبش ورق، ما تجيبش مسطره وتقيس، تمام. وافق على الكلام ابدا اقول له بقى طب استنى بعمل الحسابات بتاعتي واعمل له الحاجات مظبوطه، تمام. فبيبقى عندي كذا مرحله من مراحل التسليم، وببقى متفق معاه من هنا من قبل ما ابدا، انا يوم كذا سلمك المرحله الاولانيه، يوم كذا سلمك المرحله الثانيه، يوم كذا سلمك المرحله الثالثه، وهكذا، تمام. ففي الاول بيبقى برايف، بعد كده بنعمل كونسيبت، وبعد كده ديفينيشن، وبعد كده ديزاين، وبعد كده البيلد. وكل مره بحب في حاجه اسمها ال او دي، ليفل اوف ديتيل او ليفل اوف ديفلوبمنت، ببدا اديله شويه معلومات، تمام، مش بخل مني، بس ما ينفعش اديله معلومات اخد وقت كتير في ان انا اعمل معلومات مظبوطه واحنا مش متفقين اصلا على الكونسبت. انا ممكن اقول له مثلا تكييف، هو يقول لي لا انا مش عايز تكييف مركزي، فمن الاول اروح مغير واعمل كل زبلت واقسم الشغل بتاعي، تمام. طيب بعد كده كل ده شغالين في بروجكت انفورميشن موديل، ده اللي هو الموديل بتاع المعماري، او ممكن يبقى المعماري والانشائي والكهروميكانيكال في موديل واحد، وممكن يكونوا منفصلين. امتى نفصل وامتى نجمعهم زي ما احنا عايزين؟ يعني ايه، ممكن مشروع صغير فاعمله كله في موديل واحد، ممكن ده مشروع كبير طب خلاص اخلي ده في موديل وده في موديل وده في موديل. لا ده كبير قوي يا اخي، طلع كبير، طب هنعمل ايه؟ اقول لك خلاص خلي مثلا ايه المعماري الواجهه الخارجيه فيها تفاصيل كتيره خليها في ملف لوحده، البيزمنت خليه لوحده، 3 ادوار بيزمنت دول خليهم لوحده، وبقيه البرج مثلا مع بعض، تمام، او هخليهم اقسمهم الجناح الايمن لوحده والجناح الايسر لوحده زي توكس كده، توكس اليمين وتوكس الشمال، تمام. طيب بدانا نقسم الشغل، بدانا مثلا نقول ايه، طب التكييف خلي الاي سي لوحده والبي اي والفنتريشن لوحده، خلي الميه لوحديها والدرين لوحديها، هنبدا نقسم الشغل حسب ما نتفق، تمام. ده بالنسبه للموديل، المهم ان كلهم يكونوا معمول لهم لينك بين بعض، بحيث اي حاجه تعديل بيحصل الناس كلها تبدا تشوفه، تمام. دي حاجه اسمها الكومن داتا انفايرمنت، دي البيئه اللي بيبقى فيها المعلومات، هتيجي الشريحه بعد كده تشرح لنا الفكره بتاعتها. بعد كده خلاص انا سلمت المشروع، انا بعمل هاند اوفر اند كلوز اوت، بقفل المشروع، بقول له خد الموديل، بيبدا يخش اسيت انفورميشن موديل اي اي ام، ده الموديل هيستخدم في عمل الصيانه او هيستخدم في عمل المراقبه، بنخش في برامج تاني اسمها البي ام اس، بتاخد مني الموديل وتبدا تبقى شايفه من خلال الكاميرات، من خلال الموبايلات، مراقبه كل حاجه في المشروع، تمام. ممكن تحصل حاجه ثانيه ان انا ابدا من هنا من الاوبريشن، ليه بقى؟ هو المبنى موجود اصلا وشغال، فندق مثلا موجود وشغال، وبيقول لي ده انا عايزك تعمل لي موديل. طب انت عايز تعمل موديل ليه؟ مش عشان ابني، لا ده انا عايز عشان استفاد من ان انا اعرف ادير المبنى صح، فبعمل له الموديل، تمام، واديه له بيبدا يشتغل من هنا. يعني ممكن تكون المبنى موجود فما ببداش من هنا، ابدا من النقطه ديت من بعد الهاند اوفر، تمام. طيب ده اللي احنا كنا بنقول عليه المره اللي فاتت اللي هو كوماند داتا انفايرمنت، الشريحه دي اللي احنا بنقول ايه، اول حاجه ببدا بيها ان انا بقعد مع العميل، تمام، واقول له احنا عايزين ايه، هو عايز ايه، ببدا اتفق معاه ايه اللي انا هسلمه لك، هل اللي انت عايزه ده منطقي ولا مش منطقي، اتفقنا وخلاص. طيب ببدا ادخل ده ايه في الشغل بتاعي، ده الجزء ده موجود في الكود بي اس 1192، تمام. في جزء تاني بس انا ما ظهرتوش معانا، تمام. الجزء الثاني خاص باثناء عمليه التشغيل، يعني بعد ما خلصت المشروع كله ببدا اخد المعلومات دي ابدا له اشتغل فيها، تمام. انا قلت بس نركز على الجزء ده، ورك ان بروجريس، يبقى انا شغال كده مثلا قسم الناس اللي شغاله معايا في الشركه شغالين ومحدش شايف الشغل بتاعهم، تمام. يعني مثلا القسم المعماري شغال في ورك ان بروجريس، بيعمل بيحط حيطان بيحط ابواب، فايه عشان ما يلخبطش حد يفتح يلاقي باب مش موجود، فبيشتغل في فولدر اسمه ورك ان بروجريس، وصل لمستوى معقول
تمام او اخر اليوم ظبط الشغل بتاعه بي ايه وخلاص، في حد راجعه واداله ابروفد واحطه في الشيرت بحيث بقيه الاقسام تبدا تشوفه، يبدا الكهروميكانيكال تشوفه، الانشائي يشوفه، ويبداوا يشوفوا بعض، والمعماري يشوف الانشائي ويشوف الكهروميكانيكال. تمام. طيب بعد كده ببدا افحص هل الموضوع المشروع بقى سليم. اه طب انا ممكن اعمل له بابلش يعني بديه للناس اللي شغالين معايا بره الشركه، بقول لهم ده الشغل اهوت، كملوا بقى ووروني البابلش بتاعكم، بحيث نبدا مثلا نبدا ممكن يكون مثلا انا شغال في المعماري بس هو شغال في الانشاء بس، او الشركه مثلا بتعمل مثلا الاناره، ممكن يكون في الاناره الخارجيه مثلا، في يعني مثلا في قطر يقول لك مثلا الاناره الخارجيه للحاجات اللي على الكورنيش، شركه لازم شركه متخصصه اللي تعملها، مش الشركه بتاعت الكهرباء العموميه. تمام. فدي بيبقى حط في البابلش بحيث ايه ان بقيه الناس تشوفها. طيب بعد كده لو خلاص كل فتره بعمل حاجه اسمها اركايف، يعني باخد الموديل دوت اضغطه بتاريخ معين، بحيث لو انا في اي وقت عايز ارجع واعرف تاريخ المشروع ده وايه اللي خلاه وصل للمرحله ديت ابدا اشوف الحاجات اللي فاتت. تمام. طيب هنا ببدا بقى الحاجات الخاصه، مثلا زي قلنا الاناره الخارجيه مثلا، او مثلا في شركه تعمل مثلا حاجات الحريق او حاجات الطبيه او حاجات خاصه الشركه بتاعتنا ما بتعملهاش، ببعت لهم الشغل وهم يبداوا يشتغلوا في فولدر زي ورك ان بروجريس، لو شغل كويس بيجيبه لنا نحط في الشيرت. تمام. طيب هنا دي مجرد بس ايه الموديلر بيعمل ايه، الكوردينيتور بيعمل ايه، البيم مانجر بيعمل ايه، لان بلاقي الناس كلها كده بيم مانجر، لا هو في واحد بيبقى شغال موديلر، وبتلاقي في الشركه الواحده كذا بيم مانجر. انا كنت شغال في الشركه انا بيم مانجر، ولقيت واحد متعين يا اخوانا ازاي اتعين واحد تاني بيم، كان في سوق في الاقسام، وانا كنت شغال في قسم البلاننج وهو كان شغال في قسم التكنيكال، فكان بس موضوع تنظيم يعني. تمام. فهو المفروض انا بلاقي 10 في الشركه مقدمين السيفيهات وكلهم شغالين في شركه واحده وكلهم بيم مانجر. يا اخوانا لا، البيم مانجر بيعمل حاجات كتيره جدا، فبساله انت بتعرف تعمل كذا؟ يقول لا. طب تعرف تعمل كذا؟ لا. طب تعرف تعمل بيم امبلمنتيشن؟ لا. تعرف تعمل ستاندرد؟ لا. طب تعرف تعمل تمبليت؟ لا. ان شاء الله في كورس نشرح كل الحاجات دي باذن الله. تمام. طيب في اقسام اكتر من كده بس انا مبسط على الاخر. الموديلر مطلوب منه بس ان هو يكون بيعرف يعمل موديلنج، يكون يعرف يعمل درونج برودكشن، يعرف ينتج حاجه بسيطه، مش طالب منه ان هو يحل كلاشيت. الكوردينيتور بيشتغل معايا في التريننج، هو مثلا الناس اللي هو بيراجع عليها مثلا في حاجه بيشرحها لهم، بيصلح الموديل، بيعمل موديل كوردينيشن، يبدا يشوف ايه المشاكل. تمام. لو في مثلا فاهم اللي ناقصه يبدا يعملها. البيم مانجر هو اللي بيحط الخطه، هو اللي مثلا لو في هو اللي بيعمل تدريب، هو اللي بيجهز الستاندرد، هو اللي بيجهز ايه المراحل اللي هنشتغل عليها عشان البيم يبقى موجود في الشركه، فعليه دور كبير جدا جدا البيم مانجر، وبيعمل المفروض بيعمل حاجات كتير جدا. يعني تقريبا ناس كتير جدا من اللي بيتقدموا بيعملوا انترفيو بكاتب بيم مانجر، وفي الاخر بكتشف ان هو كل الحاجات دي هو لسه ما دخلش فيها، فان شاء الله نقولها، ويتمنى الناس كلها تبقى بيم مانجر في شركات اجنبيه وامريكيه ويشرفونا في كل حته، بس تبقى ما تكتبش حاجه غير لما تكون انت قدها. يعني انا في سيفيهات كتير بقعد مع الراجل اكتشف كده، انت تعرف دي؟ يقول لي لا. طب ما انت تكتبش سيفيه غير لما تكون عارف. تمام. فهنبدا ان شاء الله نمسك واحده واحده ونشوف هتتعمل ازاي، وهندخل على ازاي نعمل تمبليت بالتفصيل، ونبدا نشوف الموضوع سهل وبسيط وما فيهوش حاجه خالص. اللي بيعمل الحاجات دي مش عبقري ولا انزل من السماء. يعني انا مقتنع ان 1% بالفطره بيقدر يعمل الحاجات دي كلها، يعني بالذكاء كده هو عبقري وعنده استعداد الفطري، اول ما يعرف المعلومه هيعملها. 1% مستحيل مهما شرحت له مش هيفهم حاجه خالص. تمام. دي احصائيات علميه. و98% مجرد ان هو هيسمع الدروس والحاجات دي كلها هيبقى ممتاز جدا، وان شاء الله يبقى كل اللي هو يحلم بيه، ايا كان بقى بيحلم بالبرمجه، يحلم بان هو يعمل افلام انيميشن والحاجات دي كلها. فربنا يوفق الجميع، والموضوع سهل وبسيط. تمام. طيب المهم بس لو انت بتحلم ان انت تبقى بيم مانجر، لازم تقعد تقرا كتير وتطبق كتير وتبقى سبورت لزمايلك. ما ينفعش تبقى بيم مانجر وانت بتكتب المعلومه، لان انت كده لا هتعمل تريننج ولا هتشاركهم في المعلومه ولا خالص. منظومه البيم لازم يكون فيها موضوع التعاون، ما ينفعش حد يكتب معلومه، ما ينفعش حد من الاخر يخش يبوظ شغل زمايله. تمام. ده كده خلاص انت ترجع للورق والقلم وتعمل بيهم ارتيس وتعمل بيهم طيارة هوا كده. تمام. طيب
تعال نبص بقى ايه الفكرة بقى من الصورة ديت. دي برضو من الكود البريطاني، اللي هي ايه، بيقول لي انت بتقول ان انت شغال بيم، انا مش هقول لك لا، انت قول زي ما انت عايز، بس تعال نشوف انت شغال في انهي مرحلة. قال لي في بيم زيرو، يعني ما يعتبرش بيم خالص، اللي هو شغال سواء ورقة او قلم او برنامج بيم، بس المهم ان هو بمجرد بس بيرسم لاين وارك وتكست. يعني هو ماسك برنامج البيم فتحه، وبدل ما يرسم باب رسم خطوط، تمام؟ يبقى انت كده بيم زيرو، تمام؟ بيم زيرو، ما انت مش هتستفاد اي حاجه خالص من موضوع البيم، تمام؟ طيب الليفل 1 اللي هو عباره عن ايه، انت بترسم 2 دي و3 دي، وبدات تدخل معاك موضوع الاكواد، وبدات تشغل بنظام شويه، تمام؟ طيب يبقى انت كده ايه ليفل 1. ده ليفل 2 اللي انت بقى بتبدا تشتغل بشغل مظبوط، وبتعمل موديل، وبتعمل كوردينيشن، وبتعمل كولبريشن، يعني بتبدا كل الاقسام شايفه بعض، لا اما انتوا كلكم شغالين في نفس الملف، لا اما كل واحد شغال في ملف بس بتقدروا تتبادلوا مع بعض. عندي موديل ارتكشر اي اي ام، ارتكشر انفورميشن موديلنج، عندي ستراكشر، عندي اف اي ام، عندي كذا موديل، كلهم بيبداوا يشوفوا بعض او كلهم موجودين في نفس الملف، تمام؟ وشغالين بالكود بي اس 1192 الجزء الثاني والثالث والرابع، تمام؟ وكلنا لازم نكون شايفين بعض. ليفل 3 ده لسه محدش وصل ليه، بس بيحلم انهم يوصلوا ليه قريب، ان كل الحاجات شغاله على نفس الامتداد. يعني ايه؟ يعني انا عندي ملف تقدر تطلع منه ال 4 دي وال 5 دي وال 6 دي وال 7 دي وال 10 دي وكل دي اللي انت عايزهم هتلاقي موجود فيها، ما بتعملش امبورت واكسبورت، لان هو الامبورت واكسبورت ده ساعات بيعمل مشاكل. فلغايه دلوقتي مش متحققه في الفكره، يعني لحد دلوقتي ما فيش شركه كبيره قدرت تقول ان احنا وصلنا للاي بي اي ام اللي هو ليفل 3، تمام؟ طيب تعالى بقى، ده البيميوز. احنا لما اتكلمنا في هنا لو انت فاكر في الامبلوير انفورميشن ريكويرمنت اي اي ار، قلنا هنبدا نقول له انت عايز ايه، فبدي له بقعد معاه كده، هل انت عايز 3 دي ديزاين كوردينيشن؟ هيقول لك لا، اقول له مع السلامه، ده اساسي يكون معانا كل الناس. يعني انا في واحد مثلا مهتم بالديزاين مانجمنت، في واحد مهتم بيقول اهم حاجه مثلا بالنسبه لي الوقت، فمش مهم بالنسبه له الليد، في واحد تاني مهتم بالسستينابيلتي ومش مهم على الفلوس، في واحد تاني مهتم بالكومنيكشن. فببدا اقول له دي الحاجات، لو انت مهتم بالحاجات بالديزاين مثلا يبقى دي الحاجات اللي بالنسبه لك لازم تاخدها، عايز تتعلم الحاجات التانيه دي بلانج ديت عايزها، عايز البلاننج دي برضو، عايز الاسيست مانجمنت ماشي ممكن تاخدها اضافيه، بس دي الحاجات الاساسيه اللي انت عايزها، تمام؟ يعني مثلا لو واحد مهتم مثلا بالسستينابيلتي لازم ياخد مثلا السستينابيلتي، لازم ياخد الاستراكشر انالايز، تمام؟ فدي الاستخدامات بتاعت البيم. مثلا البيم ممكن يعمل لايتنج انالايز، ممكن يعمل لي بلانت، ممكن يعمل لي ريفيو، ممكن يعمل لي سايت انالايز، ودي الحاجات الاساسيه في الحاجات اللي الملك ممكن يطلبها. فانا ببدا اقول له انت محتاج ايه، انا مهتم بالبيئه، طيب ما دمت مهتم بالبيئه وعايز تاخد شهاده مثلا ليد او جي ساس او كده، لازم تاخد معاك السايت انالايز، لازم تاخدها معاك، بس انت مش مهتم بالشكل فمش لازم تاخد الفيزواليزيشن. فهمنا الفكره؟ فالورقه دي مهمه جدا، تمام؟ تبقى معاك وعارف مثلا انا لما بقعد مع العميل هقول له انت محتاج ايه ومحتاج ايه ومحتاج ايه، لان هو ممكن يقول لي طب ما نفس الحاجه بتاعت البيم، لا ده انا بتاعت الكاد، لا ده انا هديك حاجات اضافيه كتيره جدا، واعمل لك سيموليشن، واعمل لك انرجي انالايز، واعمل لك اللي انت عايزه، تمام؟ بس ايه، لازم نبقى فاهمين انت عايز ايه بالظبط. يعني مثلا واحد عايز، في واحد ممكن يقول لك انا مش عايز حاجه خالص غير الحصر، او بلاش حصر، تقدير التكلفه استيميتنج، تمام؟ بالمناسبه كان في واحد صاحبنا بيروح يلعب كورشينا استيميتنج، تمام؟ وكل يوم اخوي يقول له انت رايح فين، يقول له رايح اقعد مع اصحابي على الاستيميتنج، فهو محاسب وعنده ماده اسمها استيميتنج، فكان فاكره الواد كل يوم بيذاكر، فيقول ايه المهندس الشاطر ده اللي عمال يذاكر مواد محاسبه وبتاع، فما اعرفش ان هي كورشينا، تمام؟ فاستيميتنج يعني تقدير التكلفه، تمام؟ هندخل لها دلوقتي، تمام؟ يبقى كده البيم زي ما شفنا، دروينج دي اللي موجوده في الكيت، سكادول دي كنا بنعملها على الاكسل، فيزواليزيشن كنا بندخل نعملها على 3 دي ماكس، تكست وكتابات والحاجات دي كنا بنكتبها على الوورد، كل الحاجات دي بقت موجوده في قلب البيم، في قلب موديل واحد. اول ما بتعمل تعديل، التعديل ده بيأثر وبيظهر في بقيه الحاجات كلها، تمام؟ البيم مين اللي بيستفاد منه؟
المنظومه دي كلها، المالك والمعماري والانشائي والكهروميكانيكال والانتريور ديزاين والحاجات دي كلها. لو واحد ما استفادش من البيم او ما عندوش فهم بيم كده الشغل هيبقى ناقص. يعني تخيل ان انت شغال وده مثلا انتريور ديزاين مش فاهم يعني ايه بيم، فبيبعت لك اللوحه كاد 2D، فانت عايز تدخل الحاجات اللي هو عايزها ديت عندك، فبيبقى في صعوبه في التطبيق، فلازم الكل يبقى شغال. تمام. طيب لو احنا اتكلمنا ان زمان كان عندي 1D، تمام، يعني الراجل مع الرمح وبنشل كده تمام وخلص. بعد كده بقى 2D، ظهر عنده اكس واي وبدأ يزرع، وبعد كده بعد الاف سنين بدأ يبقى عنده بيت 3D، تمام. فاحنا بقى بالنسبة لنا في العصر الحديث بدأ يظهر 3D، وبعد كده في ايام ظهر 4D، وبعد كده 5D وال6D وال7D وال8D وال9D وال10D الى ما لا نهاية. بدأ كل شوية واحد يقول لك انا سيفتي هندخله في قلبيها، فهتلاقي دلوقتي تقريبا في حدود 18 دي، بس مش رسمي، يعني بتقدم ورق ولسه بيحصل مؤتمر وتوافق عليها، لو في اجماع بيبدأ خلاص ينزل في الكتب. تمام. الفور دي ده اللي انت بتشوف المبنى هو بيتبني. تعالى ادور لك كده على حاجة عندي على السريع كده. تمام، تعالى نبص كده. تعالى ندخل في نفس اوركس ندور لك عليها مشروع. في مشاريع كتير عملتها انا بالنفس اوركس او بالبيم. طيب تعالى نشوف دوت عشان نفهم ايه فكره ال 4D. كنت انا دي كورس في الملتقى الدارين على عن ال 4D، فان شاء الله كان كورس نستفاد منه ان شاء الله. كويس، تعالى نشوف ايه الفكره. ده مبنى معمول في جامعه حلب. تمام. بتلاقي المبنى فاضي خالص، وبعد كده بتبدأ تظهر الأساسيات بتاعتك، وبعد كده بتظهر الأعمدة، بتظهر الكاميرات، الحيطان بتاع الدور الأولاني الدور التاني وهكذا. فده بيفيد في ايه؟ بيفيد ان انا ابقى شايف الجدول الزمني مجسم قدامي، بدل ما هو ارقام وخطوط ومش فاهمها او ما حدش بيفهمها غير الراجل اللي هو شغال في البلاننج. لا خلاص دي بقت موجودة، اهيت بقت سهلة زي ما انت شايف. فبدأ الجدول الزمني بقى ممكن اقول له لا ده في وقت ما حدش شغال فيه، ده في وقت الناس كلها يعني في لخبطه في الوقت. زائد ان بيفيدني ان انا مثلا اعرف ايه اللي هيتركب قبل ايه. ممكن يكون مثلا عندي غرفه ومفروض في مكنه كبيره تدخل جواها، فلازم ادخلها الاول بعد كده في الحوائط، فببقى عارف اقول له لا غير الترتيب بتاعت الحاجات، لان كده هتحصل مشاكل في اثناء التنفيذ، فببقى اتمكن من ايه اللي هيبقى قبل ايه. تمام. وبعد كده لما بشوفها مجسم وببدا اشوفها بالطريقه ديت، بنخش في حاجه بقى اسمها البيم اند سبلاي تشين. يعني ايه البيم اند سبلاي تشين؟ تمام، تعالى نرجع للشكل بتاعنا، اسف. البيم اند سبلاي تشين يعني الـ الشغل هيوصل امتى او الماتيريال هيوصل امتى. تمام، شيفت اف 5. طيب يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هبدا اشتغل مثلا في الواجهه مثلا في شهر 3، فلو الحاجات دي جت لي في شهر 1 هضطر ان انا ادور على مخزن واخزنه فيها لحد ما احتاجها. تمام، فهتحمل تكلفه تخزين. طب لو جت في شهر 5 يبقى العماله تقعد فتره من غير ما تشتغل، فلازم ابقى موازن وبخلي الحاجات تيجي وقت ما احتاجها. تمام، ده اللي هو مقصود بيه البيمنت سبلاي تشين، وده بيتعمل فيه رسائل دكتوراه، ويعني موضوع مهم جدا. الفايف دي اللي هو الاستيميتنج او تقدير التكلفه، ان انا قبل ما ابدا المشروع ببقى عارف هيكلفني كام. احنا في الاول كنا بنحسب ايه؟ بحسب عندي كام باب وكام شباك. تمام، وبقول الباب هيكلفني كذا وخلصت. لا ده هنا بقى ايه، بقيت اربط الباب ده بكذا حاجه. يعني الباب ده مثلا ما في مثلا اقرا، وفي مثلا مفاصل، وفي مسامير، وفي عامل هيجي يشتغل فيه مثلا 3 ساعات، العامل ده ساعته مثلا ب20 ريال، ف ادخل كل الحاجات دي على البرنامج، فبيجيب لي بالظبط المشروع هيكلفني كام. فده بيفيدني لما بقدم العطا بتاعي، بيتقدم عطا مظبوط مش مجرد ارقام وخلاص. فبقدم حاجه مظبوطه، فبحدد الربح بتاعها قد ايه، واقدر اكسب العطا ده بسهوله او المناقصه. تمام. بعد كده في الفاسيلتي مانجمنت، في ناس بتعتبره 6D وفي ناس بتعتبره ال 7D. تمام. خلينا نعتبر مثلا هو يعني حسب الاكواد، حسب انت شغال بقى كود. فالفاسيلتي مانجمنت مقصود بها اداره المبنى بعد ما بسلمه للمالك، هو يبدا بقى ايه يشتغل عليه ويبدا يبقى عارف كل حاجه موجوده فين.
انا المفروض بصدر ملف اسمه كوبي، ده شكله، ده بيتفتح على الاكسل عادي، بيبقى فيه مثلا كل زونه ايه المواصفات اللي فيها وايه التكييف اللي فيها والحاجات دي كلها، ببدا ادخل المعلومات ديت. تمام، يعني الموديل اهوت بديهوله 2D وبديهوله الملف اللي اسمه كوبي. تمام، الملف ده بيفيده كتير جدا، بيقدر يتحكم في ال ويعرف كل معلومة موجودة فين وايه المشاكل اللي بتظهر فين وكل حاجة. تمام، دي برامج البيم وبتستفاد منها بإيه. ده هنبدأ نشتغل بالموديل بتاعنا وايه شكل الموديل والحاجات دي كلها. طيب ده موديل مثلا اتعمل اهوت، وده اللي اتنفس حقيقي، فبتلاقي اللي صمم هو اللي اتنفس. تمام، يعني الموديل لما بتيجي تعمل اسبلت تقريبا ما بتغيرش حاجه، يعني الاسبلت لما بتروح انت تقيس، لما في مكان دلوقتي سريع جدا اسمه ليزر سكان، بتاخد المكنه وتحطها في الاوضه ويبدا هو المكنه تشتغل. جربتها انا قبل كده، فبيبدا يدخل لك كل المعلومات اللي موجوده في المكان عنده على الجهاز. الجهاز تقريبا قد كده، يعني حاجه صغيره جدا، وبتحط على حامل وبيلف. تمام، وبيبدا ياخد لي الاوضه اوضه. تمام، وببقى انا حاطط علامات مثلا ورقه مكتوب عليها 1 و2 و3، بحيث اقدر اجمع كل الاوض دي مع بعض ويطلع لي موديل 3D. هو بيبدا يعمل سحابه من النقط بوينت كلاود، بعد كده هو بيحول كل الحاجات دي لموديل بيم اقدر اشتغل عليه. تمام، طيب دي صوره برضو من الحاجات اللي هي الفايف دي. تمام، ده ديزاين استيميتنج، نعمل سكادولات، بروجكت كنترول اتحكم فيه، حاجه خاصه بالفايف دي. تمام، البيم مش سحر، البيم تكنولوجيا او فلسفه، ان انا يبقى عندي كل المعلومات اللي انا عايزها في موديل 3 دي، اقدر احوله بعد كده 4 دي 5 دي زي ما انا عايز، اقدر اخد المعلومه اللي انا عايزها في اي وقت، ما تبقاش في معلومه ناقصه. تمام، الاخراج بتاع البيم، ممكن واحد يسالني سؤال، هل هو بيخرج زي الماكس؟ انا اقول لك بكل وضوح ان هو مش مطلوب منه ان هو يطلع لك نفس الجوده بتاع البرامج الجرافيك، يعني دي اسمها برامج جرافيك. تمام، بس هو بيطلع فعلا جوده تقترب بشده من الجوده بتاعه الماكس، وبالذات لما وصلتها بالفي راي على الريفت مثلا، او في برامج مثلا زي سينما 4 دي بيتسطب على الاركيكاد، بيبدا يطلع لي جوده تقريبا ما بتقلش عن الماكس. وهو اصلا مش مطلوب منه لان هو متخصص في الحسابات، بس في الفتره الحديثه خلاص هو بقى بيطلع نفس الشكل، ولو وريتك الصورتين مش هتعرف دي اتعملت بايه ودي اتعملت بايه. تمام، فهو الفيزواليزيشن بتاعه دلوقتي، برامج البيم عموما قويه جدا وجوده عاليه. ولو انت عايز تعمل موديل سريع وانت مثلا مش معماري، فمش محتاج ان انت تتعلم الماكس، او انت متضايق من الحاجات ديت، في برنامج اسمه اليومن. اليومن ده برنامج روعه، بدخل عليه الموديل اللي انا عامله على البيم بسهوله جدا، بحط بقى طيور، بحط عصافير، بحط الناس تتمشى بسهوله جدا. ممكن حتى نشرحها لكم سريعا في محاضره من محاضرات موضوع اليومن دوت. تمام، بتلاقي كل حاجه اتكونت معاك، بتلاقي الموديل بقى عندك حاجه فيديو دعائي قوي جدا من غير ما تاخد وقت. تمام، دي ده رايي الشخصي ان هو مش مطلوب منه، بس هو حاليا بيقدر يعمل الموضوع دوت. ولو انت عايز جوده اعلى ممكن تدخله على برنامج اليومن، مش محتاج ان انت تتعلم برامج من البرامج المعقده في ال الفيزواليزيشن. ممكن حتى تتعلم البرنامج تقول له لا انا مش، يعني لما تاخد كورس تقول له لا انا جزء ان انا اعمل الموديل مثلا مش عايزه، ممكن انت مشغول مش ده تركيزك على الاخراج، انا بس عايز اتعلم ازاي اعمل في ري. تمام، طيب دي بعض المزايا اللي موجوده في البيم. بيبقى سهل التعديل، سهل ان انت تصمم باي حاجه، لو انت عايز تعدل اي حاجه بتتعدل بسهوله، بتتعدل في كل القطاعات مره واحده. تمام، دي بعض الاشكال اللي انت ممكن تخرجها. تمام، الحاجات دي كلها محلوله كوردينيشن. تخيل الورقه دي لما تشوفها مش فاهم منها حاجه، وانا لما اشوف الحاجه 3 دي ديت تبقى فاهم، ولا عندك اي اعتراض هتقوله، ممكن تدوس على الزرار يقول لك خلي بالك الحته دي فيها كليش، طب انا ما كنتش واخد بالي منها. تمام، يعني في مشاكل كتير حليناها بسهوله جدا من خلال ان انا بس ايه غيرت حاجه واحنا شغالين. تمام،
التصميم زي ما انت شايف تصميم دقيق، وبتعمل يعني بص هنا الحوض دوت، بتبدأ تحط الباب اكسسوار بتاعته، بتعمل فيه ميول زي ما انت عايز. تمام، يعني انا قبل كده يعني اجاوب على السؤال برضو، الشركه بتاعتنا ما بتشتغلش بيم، طب اعمل ايه؟ انا كنت بيطلب مني حاجات كاد، كنت بعملها انا بيم وسلمها له كاد. تمام، يعني انا بقعد مع نفسي اعملها بيم، وفي الاخر هو عايزها كاد، خلاص خدها الكاد بتاعتك. تمام، كنت بستفاد ان انا باخد خبره، وفي نفس الوقت بعمل حاجه كويسه، وفي نفس الوقت بعد كده بتعجبهم يقولوا لا طب خلاص اعملها انا بقى البيم. تمام، دي برضه هي شايف الحاجات هي 2 دي و 3 دي، لو انت شكيت في حاجه تبدا تشوفها من هنا. تمام، ده دي اللوحه على فكره، الاخراج بتاع برامج البيم تقدر تطلع منه شوب دروينج، وتطلع شغل نضيف جدا، وتطلع حاجه كويسه. تمام، اهو ده السلوب، ده شكل الحاجات، تحل الكوردينيشن، بتحط كولد ووتر، هوت ووتر، الدرين، كل اللي انت عايزه. تمام، طيب من قلب برامج البيم تقدر تحسب الحسابات اللي انت عايزها، سواء تكييف، سواء انت شغال صحي، سواء شغال انشائي، اي حاجه حسابات بقى، في برامج بتعمل الحسابات ديت بطريقه كويسه جدا، تاخد شغل من برامج البيم، وبرامج البيم بقت نفسها بتعمل حسابات. سهل جدا، انت بص انا هنا مثلا بص على زرار، لو في حاجه مش متوصله قول لي، فقال لي خلي بالك هنا مثلا في كوع مش متوصل او قلب مش متوصل، فببدا اشوف في حاجه انا مش متوصله، ببدا اشوف، فبدل ما بضيع وقت بعرف المشاكل فين بسرعه. تمام، شو ديسكونكت، بيبدا يقول لي المشاكل فين، فببدا اروح حلها. تمام، تقدر تعمل سكادولات. ميزه الاسكادولات في البيم ان اول ما حاجه تتعدل بتعدل في سكادولات، يعني لو ما انت مثلا وانت شغال لغيت مثلا اي عنصر اير تيرمينال او لغيت عمود، اوتوماتيك بيتعدل في السكادول، مش محتاج ان انت تروح تبص في السكادول، فده هيغنيك ان انت تعمل توكاد وتعمل اكسل، ولما تعدل في الاوتوكاد تروح تعدل في الاكسل، لا هو اوتوماتيك بيعدل، بتبقى عامل الحاجات دي كلها في التمبليت. ان شاء الله ناخد محاضره نعرف ازاي نعمل تفاصيل التمبليت. تمام، المعلومات دقيقه جدا، يعني انا مثلا لو انا عايز اقول له انا موجود فين، بيجيب لي خريطة جوجل ويحدد المكان فين، بياخد اوتوماتيك اول ما حدد المكان، بيعرف درجات الحرارة، بيعرف معلومات الزلازل، بيعرف كل المعلومات الخاصة بالمدينة اللي انت تعمل فيها المشروع. تمام، ده هنا بنحدد الاسلوب بالظبط اللي هيتعمل عليه الشغل. بالكاد كنا بنرسم خط وخلاص، فممكن تكون انت خرجت بره المبنى ومش واخد بالك. تقدر تعمل سكشن في ثانية، وتعدل في البناية، تعدل في السكشن، واللي انت بصممه هو اللي بتشوف فعلا على الحقيقة. تمام، تقدر تتحكم في الشغل بتاعك، وتقدر تتحكم بطريقة قوية جدا مين اللي يلحق يعدل، يعني أقوى بكتير من الكاد اللي تيجي تفتح حاجة يقولك لا ريد أونلي، فمش قادر كذا واحد يفتح في نفس الملف، والمشروع نفسه متقسم في الكاد لكذا لوحة، لا هنا في برامج البيم بيبقى هو ملف واحد، فكلنا بنعدل ونشتغل في نفس الوقت، فالموضوع ألذ، والمشاكل القليل اللي بتطلع. تمام، حتى الآن في الجامعات العربية تقريبا مفيش بيم، فلو حد عايز يتعاون معانا يكلمنا، وإن شاء الله نحاول نتواصل معاه، هو موجود في جامعات كتيرة في بريطانيا وأمريكا وأستراليا، ومنهج أساسي للطلبة واللي بيعملوا ماجستير ودكتوراه، وإن شاء الله نتعاون مع الناس اللي في الدول العربية. تمام، ده الكونتاكت بتاعي اللي عايز تتصل بيا، وان شاء الله يعني اتشرف باي اسئله ليكو او اي استفسارات او اي تعليقات، وان شاء الله نحاول نعمل حاجه كويسه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.